فعشان كده اعتقد حفل النهارده اللي اقامته شركه برزنتيشن راعي الكره المصريه لتكريم النادي الاهلي بطل الدوري 2018 2019 ويا رب دايما ان شاء الله، كان في معاني كتيره. طبعا كلمه الكابتن الخطيب لوحدها حكايه، حكايه وحدوته كبيره قوي قوي قوي، كلمه مرتجله مختصره عميقه صادقه عميقه ردت على كل شيء، خلصت خلصت كل حاجه. هنجيلها طبعا يعني ان شاء الله تجهز فنيا وتشوفوها. لكن انا كمان استوقفني كلام الاستاذ عمرو الجنايني. وليه عمرو الجنايني؟ عمرو الجنايني رئيس اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكوره، جاي من ملعب زملكاوي شديد الانتماء والمشاكسه لانتمائه، وكلكم تابعتوه على السوشيال ميديا. ولما عين على راس هذه اللجنه قوبل بعاصفه من هذا الانتقاد بسبب هذا الانتماء، وكان كلامه واضح جدا، حسبوني على المسؤوليه ما دام جلست على كرسي اداره الاتحاد. سيبكم من كل الهزار اللي قبل كده والانتماءات الشخصيه، لكن حسبوني على مسؤوليه وانضباط الاداء بالعداله التامه. وفضل الناس كلها تنتظر. النهارده كلامه في حفل تكريم النادي الاهلي في كلمات ليها معاني كتيره نقف عندها. لما بيقول الاستاذ عمرو الجنايني بعد ما هنى النادي الاهلي وهنى الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره على هذا التتويج، قال نحن لا نحتفل بتتويج الاهلي بلقب الدوري. الحكايه مش دوري، الحكايه مش الدوشه دي كلها فقط. ايوه كنت عايز كلمه فقط بالظبط. احنا مش بس الليله دي عشان نكرم الاهلي كبطل للدوري، لكن بنحتفل بعراقته ككيان وطني على مدار التاريخ. هنا مبعث الفخر بالاهلي والفخر الاول لمصر ان يكون فيها هذا النادي اللي لو لقى فعلا من التقدير ما يكفي يحتفى ويحتفل بيه اي يوم احتفال، لانك انت في نادي او بتشجع نادي بتفخر بنادي هو الاول في العالم في العالم حظا للبطولات. بطولات كرة القدم على سطح البسيطة سطح الكرة الأرضية كل الدول اللي بتمارس كرة القدم، الأهلي الأكثر نجاحا في كرة القدم، الأكثر تحقيقا للبطولات في كرة القدم في عموم البطولات المتنوعة رسميا. فلما يقول الأستاذ عمرو الجنايني، ومن هو عمرو الجنايني، يقول نحن لا نحتفل بتتويج الأهلي بلقب الدوري بل نحتفل بعراقته ككيان وطني على مدار التاريخ وداعما في مسيرة الكرة المصرية. قلت ايه؟ قلت كويس. قلت كويس. كويس. يعني كلمة طبعا مكتوبة بذكاء. مكتوبة بمسؤولية. ذكاء ومسؤولية. ولكن انا لما بقول فقط لاني مش عايز اضيع لحظة الاحتفال بفوز الاهلي بالدوري، كفايه انه اتاخد في هذا المشهد الوقور قوي اللي ما يتناسبش قوي مع بطوله يجب ان يحتفل بها في الملعب، ولكنها يعني حاجه شيك، فاهم ازاي؟ شيك قوي. كنت اتمنى ان يكون الاحتفال في الملعب، وارجو ان ده يبقى قرار اتحاد كره القدم من هنا ورايح، يبقى الاحتفال بالبطولات في الملاعب عشان الجماهير ليها عندنا حقوق. الكلمة مسؤولة، كلمة برضو شيك كويسة. يعني أنا لما حطيت كلمة فقط بس من عندي عشان أقول إن إحنا ضبط الصياغة، عشان أربط، عشان أربط بين المناسبة، يعني دي مش دي بس، في يعني إحنا بمناسبة فوز النادي الأهلي نحتفل بالأهلي ككذا كذا كذا كذا، بما لا يقلل من قيمة الدوري يعني فقط. عايزين يعني الكلمه حلوه قوي لدرجه ان ممكن تسرق الضوء من الحدث. فانا بشكره على الكلمه اولا، واشكره ان دي نظرته للنادي الاهلي. والاستاذ عمرو الجنايني يعني الحقيقه او لجنته صفار يعني في المشهد كده الدنيا ماشيه وكويس. ولكن ينقص حاجه واحده اللي هنفضل نتكلم فيها كل ما تجيلنا فرصه. أين الرد على شكاوى النادي الأهلي للجنة الانضباط؟ أين؟ فين؟ إيه اللي حصل؟ الأهلي كتب لأكثر من جهة. في جهات
ملزمه بالرد، وفي جهات انت بعت لها تلتمس وتناشد، مش عايزين نقول وتستغيث يعني، انما الجهات دي طبعا مش ملزمه بالرد، لكن ملزمه بالبحث بطريقتها. ما تيجي تقول مجلس الوزراء، ما تيجي تقول رئاسه الجمهوريه، ما تيجي دي جهات بتحط لها الموقف عشان هي تبص عليه بطريقتها وتعالجه اذا كانت ترى ان هناك ما يستحق العلاج بطريقتها. انما في جهات ملزمه، اتحاد الكره ملزم بالرد، اللجنه الاولمبيه ملزمه بالرد، الوزاره ملزمه بالرد، مجلس الشعب مش ملزم بالرد علي، ولكن ملزم بالتفسير امام طلبات النيابه. فخلينا في اللي احنا نقدر نقول لهم لازم ترد علي. ثلاث جهات دول هنفضل نسالهم، هو انتوا ليه مش بتردوا؟ خير ان شاء الله خير. ليه مش بتقولوا طب بنحقق؟ طب ليه مش بتقولوا حفظنا لان ما لقيناش حاجه؟ لان كل رد من دول رد له قيمته، لان اذا ما خدتش حق النهارده التاريخ هيجيبه لي بكره. اما انت ترد ردود لا تتسق مع الموقف ولا تنطبق عليه، هناك تاريخ يحاسب. فانا ارجو ان احنا نتلقى الردود من الجهات التي يلزم انها الملزمه بالرد، لان انت بتتكلم ان في لوائح بتحكمها، بتحكم العلاقه. يعني هي عندها من اللوائح ما ينظم هذه العلاقات، فلم يحصل ضرب لهذه العلاقات، لما يحصل خروج من اي عنصر من العناصر ايا كان، ايا كان بالظبط، هيبقى في قرار، وقرار رادع يعني. اين مش شايفين؟ يمكن طب قولوا لنا انكم مش شايفين ان في خروج، يبقى فهمنا. مش فهمنا موقفكم خلاص، احنا شايفين ان في خروج على راي رئيس مجلس النواب الكويتي السيده الفاضله مرزوق الغانم. السيده الفاضله ترى ان لها حق، وانا ارى ان لي حق، فانا بطلب الحصانه عشان نروح للقضاء الذي يستطيع ان يعطي لكل ذي حق حقه. فليه لا؟ اذا كنت مش عايز تاخد قرار حوله للقضاء. انما انت بتقول لي ممنوع القضاء وفي حصانه ومش عارف ايه، والجا للجهات دي، الجا للجهات دي ما تردش. هذا بيؤدي الى ايه؟ استمرار التجاوز واستمراء التجاوز صحيح، والاستقواء على الاخرين. مفيش بقى، ما خلاص يعني، انت ساعات تبقى خايف لحد يكتب فيك شكوى، لكن اول ما تكتب الشكوى وما حدش يعمل حاجه انت بقيت زي الحديد. تعمل اللي انت عايزه. وهنا احنا بتبقى كانها دعوه للفوضى، كل واحد ياخد حقه بدراعه. وما اظنش ان حد هيبقى سعيد في المجال الرياضي ان الناس تطلع ترد على بعضها. او تتراشق او تكلم بعضها. يعني النهارده دورك في 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 لجنه، اسمها لجنه انضباط ليه؟ عشان لو في خروج عن الصح هي بتقومه. طب واللجنه الاولمبيه اللي عندها كل المواثيق وكل القيم الاولمبيه، وهي ايضا عندها جهه الاختصاص اذا اردت ان تشكو باللجنه بتاعتها، اللجنه القضائيه. طب الوزاره بقى اللي هي الهد، عندها القوانين وعندها عندها المسؤولية في رعاية الرياضة وتربية الناشئ. صحيح. لأن دي وزارة الرياضة والشباب. هل من مصلحة الشباب إن إحنا نقدم له نموذج لا يمكن حسابه؟ ويعمل اللي هو عايزه ويتجرأ على الجميع؟ ولا بنقول للغلطان تكر يا أولاد يا صغيرين؟ أهو إحنا أهو اللي هيعمل كده هيتحاسب. ولما بيتقال لك يعني مش عارف ايه المربوط يخاف السايب، هو ما في امثله عندنا في حياتنا بتدي لك حتى جايد او دليل للتربيه. ما ينفعش تطنش، ما ينفعش، ما ينفعش يبقى البطل هو اللي يقدر يأذي الناس كلها ومحدش يجي ناحيته.
البطل طول عمره ذلك ده حتى الفتوات بتاع زمان كان عندها قيم نبل وشهامه. يعني في قصص نجيب محفوظ الفتوة ده كان اللي هو الناس بيجيب المظالم رغم انه بيجيبها بطريقه غلط ها، بس كان حتى الذي يحركه شيء نبيل يجيب لك المظالم. عايزين باذن الله الاستاذ عمرو الجنايني يعتني بهذه النقطه عشان يبقى يعني شغال كما نتمنى.